مساء الخير يا شباب، ازيكم؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير ان شاء الله. في السكشن ده هنتعلم طريقه جديده من طرق حل السيركت اللي هي اسمها سوبر بوزيشن. طب يعني ايه كلمه اللي انا احل السيركت؟ يعني اللي انا اقدر اجيب الفولتج والكرنت في اي مكان انا عاوزه في الدايره بتاعتي، في السيركت بتاعتي. طيب احنا عملنا ايه من اول الترم؟ اتعلمنا شويه طرق ازاي نحل السيركت. بدانا باول حاجه السمبليفيكيشن، وبعد كده خدنا كي في ال وكي سي ال واستخدمناهم هما الاثنين مع بعض علشان احل السيركت، وبعد كده خدنا طريقه نودال اناليسيس، وبعد كده مش اناليسيس. المره دي هنتعلم طريقه جديده اسمها سوبر بوزيشن. طيب هي السوبر بوزيشن هي عباره عن ايه؟ بقسم المساله بتاعتي لعدد من المسائل الاصغر. يعني مثلا لو كانت المساله في الشكل اللي قصادك ده ومطلوب منك تجيب الاي اللي ماشي في ار 2، فالاي ده هو عباره عن جزئين من الحل. الجزء الاولاني نتيجه الفولتج سورس اللي عندك، والجزء الثاني نتيجة الكرنت سورس. يعني معنى كده ايه؟ اللي انا اشغل الفولتج سورس اللي عندك واطفي الكرنت سورس واحل، يبقى دي مسألة رقم واحد. وبعد كده اشغل الكرنت سورس واطفي الفولتج سورس واحل، ودي تبقى مسألة رقم اتنين. طب يعني ايه كلمة اطفي سورس؟ والله لو كان عندي السورس بتاعي هو فولتج سورس هيبقى شورت سيركت، يعني هشيله واحط مكانه سلكة. ده لو انا عاوز اعمل ايه؟ لو عاوز اطفيه. طب لو عندي كرنت سورس وعاوز اطفيه هشيله واحط مكانه اوبن سيركت، سلكه مفتوحه. خلاص. طيب معنى كده ان انا هبتدي اشغل ده واطفي ده وابتدي احل، فالمنظر اللي قصادي ده يتحول للشكل ده، لان انا شلت مين؟ الكرنت سورس، هيبقى اوبن سيركت. طيب احل دي ازاي؟ هقول الاي اللي ماشي هنا هو عباره عن الفولتج على مجموع الار، كده جبت اي داش، والاي داش ده اللي ماشي في ار 2 بس مش الحل كله، ده جزء من الحل، فعلشان كده سميته اي داش. بعد كده هروح اشغل الكرنت سورس ده واطفي الفولت سورس، يعني ده هيبقى شورت سيركت زي ما اتفقنا. اي فولت سورس بيبقى مكانه سلكه، مكانه شورت سيركت. خلاص. فيتحول الشكل ده للشكل اللي قصادك دوت. طيب الاي بقى اللي هيمشي في ار 2 هو عباره عن جزء من الاي نود. طب هستخدم ايه عشان احل؟ هستخدم كرنت ديفايدر، ومن هنا اقدر اجيب مين؟ اي دبل داش. طيب خلاصة الكلام ده ان الاي الاساسي عبارة عن جزئين من الحل، جزء اسمه اي داش وجزء اسمه اي دبل داش. طيب الوقت يا ترى اجمعهم ولا اطرحهم؟ طب تعالى نبص كده، اي داش اتجاهه نازل لتحت، واي دبل داش اتجاهه طالع لفوق، والاي الاساسي اللي في المسألة اللي انت بتدور عليه انت فرضه اتجاهه نازل لتحت، يبقى الاي الاساسي ده هو عبارة عن اي داش ماينس اي دبل داش. طيب لو احنا عاوزين نحط لها قاعدة هقول ان الكرنت الاساسي اتجاهه لتحت، طب الكرنت اللي جزء منه ماشي معاه في نفس الاتجاه يبقى اديله اشاره بوزيتيف، لو عكس الاتجاه هديله اشاره نيجاتيف، يبقى الاي بتاعي هو عباره عن اي داش ماينس اي دبل داش. يعني خلاصه الدنيا دي كلها ان السوبر بوزيشن بتقسم لك السيركت الكبيره لكام سيركت صغيره، وبحلها باي طريقه انا عارفها، سواء مش سواء نودل سواء سمبليفيكيشن، اي طريقه انت عاوزها. وفي الاخر بتقول الحل النهائي هو مجموع الحلول بتاعه المسائل اللي انت كتبتها ديت. طيب كده احنا شغالين كل السورس اللي موجود عندي اندبندنت، كله شكله ايه؟ كله شكله دوائر. طب لو عندي ديبندنت سورس اللي هو شكله دايموند بالشكل اللي قصادك، اللي هو احنا لو فاكرين اللي كان بيعتمد على حاجه تاني، يا ترى ينفع اطفيه واشغله واعتبره سورس عادي؟ لحلك لا، ده بقى مش هتيجي عنده، هتسيبه في المساله زي ما هو، ولا هتشغله ولا هتطفيه. طب ليه الكلام ده؟ لانه بيعتمد على حاجه تانية في الدايره، فما ينفعش تطفيه. طيب يعني خلاصه الدنيا دي اللي انت لو مساله فيها 3 سورس هيبقى عندك 3 مسائل صغيرين تحلهم، لو عندك مساله فيها 4 سورس هيبقى عندك 4 مسائل صغيرين، وتحل كل واحده لوحديها منفصله، وتقول ان الحل النهائي هو مجموع الحلول دي. طب ليه بنقدر نقول الكلام ده؟ بنقدر نقول الكلام ده عشان الدايره بتاعتنا لينير، ما دام الدايره لينير اقدر اطبق قاعده السوبر بوزيشن اللي احنا اتفقنا عليها. مفروض السوبر بوزيشن ما اضافتش حاجه جديده، يعني زي ما بقول لك انت في الاخر هتحول لعدد مسائل صغيره هتحلها باي طريقه، فمفروض يبقى الموضوع سهل، وكان السوبر بوزيشن دي مراجعه على الطرق اللي فاتت. فاحنا هنبتدي نحل مع بعض 3 مسائل، وان شاء الله هتلاقي طريقه السوبر بوزيشن سهله جدا معاك. طيب يا شباب، اول مساله معانا في الشيت المساله ديت، وطالب منك ان انت تجيب في نود وتجيب اي نود عن طريق سوبر بوزيشن. طبعا لو انت جبت في نود تقدر تجيب اي نود بكل سهوله، هتقسم الفولتج على 10 اوم يدي لك مين؟ يدي لك الاي نود. فانا الوقت بدور على في نود عن طريق السوبر بوزيشن. طيب طريقه السوبر بوزيشن اتفقنا هنعمل ايه؟ هنمسك كل سورس عندي اشغله واطفي
الباقي، وهيبقى دي مسألة رقم واحد بالنسبة لي. بعد كده اروح على السورس اللي بعده اشغله واطفي الباقي، تبقى دي مسألة رقم اتنين، لحد لما اخلص كل السورس اللي عندي اجمع الحلول دي في النهاية، يبقى ده الحل النهائي. طيب انا عندي كام سورس؟ عندي اتنين، انا عندي واحد اللي هو الست امبير وده كيرنت سورس، وعندي التلاتين فولت ده فولتج سورس. طب ده عبارة عن ديبندنت سورس، سورس بيعتمد على حاجة تاني، اتفقنا ان انا ما بجيش عنده خالص، بسيبه في المسألة زي ما هو. فأول خطوة اللي انا هروح اشغل ده واطفي ده، وبعد كده اروح اشغل ده واطفي التاني. طيب لما اشغل الكرنت سورس واروح اطفي الفولت سورس، ده هيبقى شورت سيركت، فدي هتبقى بالنسبه لي اول مساله. رحت شلت الفولت سورس الموجود هنا وحطيت مكانه سلكه، فالشكل اللي قصادك ده اتحول للشكل اللي تحت. طيب هاخد الشكل اللي تحت ده واروح ادور ازاي اجيب الجزء الاولاني من في نوت. الجزء الاولاني سميته في واحد، يعني انا في المساله دي مطلوب مني ان انا اجيب في واحد، تمام؟ طيب اجيبها ازاي؟ احل المساله دي، احلها بايه؟ باي طريقه انا عارفها، عندي ايه؟ عندي نودل، عندي مش، عندي سمبليفيكيشن، اي طريقه. بص كده اسهل طريقه بالنسبه لي دول كلهم كارنت سورس، فاسهل طريقه بالنسبه لي نودل. اكيد لو رحت استخدمت مش هيبقى عندي سوبر مش، والموضوع هيبقى اصعب وعدد المعادلات هيبقى اكتر. طيب هنا النودل بالنسبه لي هيبقى سهل جدا. طيب طريقه نودل اتفقنا هنعمل ايه؟ اول خطوه نعد كام نود عندي. والله انا عندي ادي واحد، دي اول نود، ادي واحد، بعد كده ادي التانيه، وتحت خالص التالته. هاخد التالته هي الجراوند، فيبقى عندي اتنين نود، تمام؟ هبتدي اسميهم، سميتهم في اي وسميتهم في بي. طيب بعد كده هبتدي اعمل ايه؟ هفرض الكرنت في كل برانش عندي، افرضه في اي اتجاه انت عاوزه، بس خد بالك الكرنت الموجود هنا ده كرنت الديبندنت. خد بالك الديبندنت سورس الموجود هنا بيعتمد على الكرنت اللي ماشي هنا، فبرضه الديبندنت سورس اللي هيبقى موجود هنا هيبقى معتمد على الكرنت اللي هنا. في الاساس هو معتمد على اي نوت، في الجزء الاولاني من حل المساله سميته هو اي واحد، ومعتمد على اي واحد اللي ماشي هنا، فالاتجاه ده هيفضل ثابت في المساله، خلاص؟ طب والكرنت اللي هنا فرضته كده، والكرنت ده فرضته كده، ماشي. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ اكتب معادله كل نود على حده. طيب اول نود عندي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن النود اللي اسمها رقم ايه، داخل عليها الستة وخارج الكرنت ده وخارج الكرنت ده. قدامك طريقين، لا تحط اللي داخل بإشارة معينة واللي خارج بإشارة تانية، لإما تقول اللي داخل هيساوي اللي خارج. طيب اللي داخل هحطه قبل اللي يساوي، فيبقى اللي داخل هنا هو الستة بالنسبة لي، واللي خارج دوت هو عبارة عن في اي على 40، واللي خارج هنا هو عبارة عن في اي ماينس في بي على 10. كده انت كتبت معادلة النود الأولانية اللي اسمها نود A، وكده انت جبت أول معادلة بدلالة VA و VB. طيب ناقص أعمل إيه؟ ناقص إن أنا أجيب المعادلة التانية بتاعت النود B علشان تديني معادلة كمان بدلالة VA و VB وأحلهم مع بعض، ويبقى جبت VA وجبت VB. ما تنساش أنت بتدور على مين؟ بتدور على V1، وده الجزء الأولاني من V نود. طيب يلا نكتب معادلة النود التانية اللي هي B. هبص هلاقي ده داخل وده داخل وده خارج. هدي المرة دي اللي داخل إشارة نيجاتيف، واللي خارج هدي له إشارة بوست، براحتك اعمل أي طريقة، المهم تكتب لي المعادلة صح. فده داخل اديت له إشارة نيجاتيف يبقى ماينس أي واحد، وده داخل يبقى ماينس 4 أي واحد، وبعد كده اللي خارج ده هو عبارة عن في بي ماينس 0 على 20. احنا متفقين إن أي واحد ده هو عبارة عن في اي ماينس في بي على كام؟ على 10. استنى بس اختصر المعادلة دي الأول، فيبقى عندك ماينس أي واحد وماينس 4 أي واحد يبقى ماينس 5 اي واحد، ودي الكلام ده الناحيه اللي هناك اللي هو ماينس 5 اي واحد وديها الناحيه اللي هناك، وهات الفي بي في طرف، يبقى الفي بي هي عباره عن 100 في اي واحد. اي واحد احنا اتفقنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن في اي ماينس في بي على 10، خلاص ده اللي احنا اتفقنا عليه. بعد كده تقدر تجيب معادله كمان بدلاله في بي وفي اي، وهي المعادله اللي بالشكل اللي قصادك ده. بعد ما انا بسطتها هاخد المعادله دي اعوض هنا، اقدر اجيب في اي واجيب في بي، خلاص جبت في اي اهيت وجبت في بي. ما تنساش المطلوب منك تجيب في واحد، وده الجزء الاولاني من حل المساله. يبقى في واحد ده هو عباره عن ايه؟ في اي ماينس في بي يدي لك في واحد. تقدر تحسب في واحد اللي هي عباره عن في اي ماينس في بي، ويبقى اول جزء من المساله خلص. تاني جزء هعمل ايه؟ هروح اطفي الكرنت سورس ده واشغل الفولت سورس بالنسبه لي. خلاص بالنسبه لي ده مش شغال، ده مطفي الوقت، فده اوبن سيركت مش موجود، فيتحول الشكل ده للشكل اللي قصادك ده، الفولتج سورس شغال عادي والكرنت سورس اتطفى. خد بالك برضو ده ديبندنت سورس،
في اصل المسألة هو معتمد على الكرنت اللي هنا، في المسألة دي برضو هيعتمد على الكرنت اللي ماشي في العشر. عاوز تسميه اي نود، بس تاخد بالك ان الاي نود اللي هنا غير الاي نود اللي هنا، ده جزء منه. عاوز تسميه اي 2، تمام براحتك زي ما انت عاوز، انا سميته اي نود. ماشي، هبتدي بقى احل المسألة ديت علشان اجيب الفولتج اللي على العشرة اوم، وده هيبقى الجزء التاني من حل المسألة اللي اسمه في 2. افكرك، في 1 احنا جبناه اهوت وكان اتجاهه شمال، كده احنا فرضين ان في 2 اتجاهه شمال لان الاي نود ماشي كده، فيبقى انا محتاج اجيب الفي الاساسي اللي هو في نوت. يعني خلاصة الكلام ده، في نوت هو عبارة عن مجموع الاتنين، في 1 زائد في 2، بس انا لسه الوقت ما جبتش في 2، فانا هدفي من المسألة دي اللي انا اروح اجيب في 2. حلها برضو بأي طريقة انت عاوزها، اسهل طريقة نودل. يا راجل دي نود واحدة، لو نودل انا عندي ادي نود وادي التانية، التانية خدتها جراوند، يبقى انا بكتب معادلة نود يتيمة، نود واحدة، فنودل بالنسبة لي سهلة جدا. طيب افرض الكرنت زي ما انت عاوز، ده اوريدي جاهز داخل كده، ده افرضه داخل كده، والاربعة اي نود اوريدي داخل كده، ده جاهز خلاص، يبقى التلاتة كرنت داخلين عند نقطة واحدة، يبقى التلاتة حطهم قبل اللي يساوي. طيب اول واحد دوت اللي هنا هو عبارة عن مين؟ صفر ماينس في سي على كام؟ على 10 زائد 40، يبقى 50، يبقى صفر ماينس في سي على 50. بعد كده الاربعة اي نود داخل برضو، يبقى زائد اربعة اي نود، وبعد كده النقطة دي احنا هنا عندنا الجراوند، يبقى النقطة دي بكام؟ بماينس 30، يبقى ماينس 30 ماينس في سي على قيمة المقاومة اللي هنا ال20، ويبقى انت كده كتبت خلاص معادلة النود اللي انت سميتها في سي. طيب انا من المعادلة دي بدور على قيمة في سي عشان احل المسألة، هتلاحظ اللي كده في متغير غريب اللي اسمه مين؟ اي نود. دايما الديبندنت سورس بيحط لي في معادلة نودل متغير غريب، فانا عاوز اشيل اي نود ده. طيب فانا محتاج اشيله واحط بدلاله الفي سي. طب الاي نود ده هو عباره عن ايه؟ صفر ماينس في سي على كام؟ على 50. هاخد الاي نود واحطه هنا، يبقى المعادله كلها بدلاله في سي، تقدر تجيب في سي. بس ما تنساش اللي انا حلم حياتي اللي انا اجيب مين؟ في 2، انا مش عاوز في سي. طب في 2 هي عباره عن مين؟ عباره عن الكرنت اللي ماشي هنا في العشرة، يدي لك مين؟ يدي لك في 2. طب اقدر اجيب الكرنت اللي ماشي هنا؟ اه، ما انا لسه كاتب معادلته اهو، صفر ماينس في سي على 50، وانت معاك الفي سي، فاقدر من هنا اجيب الاي نود عادي خالص. يطلع الاي نود بالنسبه لي هو 5، هاخد الخمس ده اضربه في العشرة، جبت الفي 2، يبقى في 2 ب 2 فولت. يبقى خلصت الكلام ده في الاخر ان الفي نود هي عباره عن مجموع الحلين. ليه؟ لان في 2 اتجاهها شمال، في 1 اتجاهها شمال، والفي نود اللي انا بدور عليه شمال، يبقى مجموع كل الفي 1 والفي 2 يدي لك مين؟ في نود. خلاص انا معايا في 1 ومعايا في 2، اقدر اجيب في نود. طب الاي نود اللي مطلوبه في المساله هي عبارة عن في نود على 10، تقدر تجيب اي نود والمسألة خلصت. يعني خلاصة الدنيا دي كلها ان السوبر بوزيشن بتقسم لك المسألة لشوية مسائل صغيرين، بتجمع الحلول بتاعتهم في الاخر يطلع لك الحل النهائي، ودي اول مسألة معانا. هنشوف المسألة اللي بعد كده، مسألة ورا مسألة، هتلاقي الموضوع بالنسبة لك سهل جدا. طيب يا شباب، بالنسبة لي تاني مسألة بيقول لك استخدم السوبر بوزيشن عشان تحل المسألة دي عشان تقدر تغيب قيمة في اكس. هنعمل زي ما اتفقنا، السوبر بوزيشن هنعمل ايه؟ هنشغل كل سورس ونطفي الباقي. طيب هنمسك اول حاجة نشغل الاربعة ونطفي الستة، وبعد كده نشغل الستة ونطفي الاربعة، يبقى عندك مسألتين هتحلهم الاتنين والموضوع انتهى. طيب ناخد واحدة واحدة، هنشغل الاول الاربعة وهنطفي الستة، فالستة ده هيبقى اوبن سيركت، فده مش هيبقى موجود، فيتحول الشكل ده للشكل اللي قصادك دوت. خلاص، بعد كده المفروض احل الجزء ده، وبعد كده هروح اعمل ايه؟ هشغل الستة واطفي الاربعة، فيتحول المنظر ده للمنظر ده. فانا محتاج احل المسألة دي لوحدها والمسألة دي لوحدها. طب فين في اكس؟ في اكس اللي على التمانية هو نفسه الفي واحد هنا، يبقى الفي واحد ده هو الجزء الاولاني من حل الفي اكس. طيب في اتنين هو هيبقى الجزء التاني من حل في اكس زي ما هنشوف بعد شوية. طيب خلينا بس نركز على اول مسألة ونسيبك من تاني مسألة دي، نشوف هنحلها ازاي. طيب اول مسألة، بص كده المسألة اللي قصادك دي، حلم حياتك اللي انت تجيب مين؟ في واحد، لان في واحد ده الجزء الاولاني من في اكس، لان في اكس هو الفولتج اللي على التمانية، والفي واحد برضو الفولتج اللي على التمانية. خلاص، طيب واحدة واحدة عشان تحل مسألة زي دي هنستخدم طريقة مين؟ نودال اناليسيس. تمام، طيب انا عندي اتنين نود، ادي واحدة وادي التانية، خدت واحدة الجراوند سميت اللي فوق في واحد، وابتدي افرض اتجاه الكرنت. ده اوريدي جاهز، ده كده هفرضه يمين، ده شمال. ليه؟ لان الكرنت اللي ماشي في الاتنين اوم اللي هو هيبقى هنا هو اسمه اي اكس، اللي هو معتمد عليه مين؟ الديبندنت سورس اللي هو الفولتج سورس ده الاربعة اي اكس. طيب يعني انا محتاج الوقت، انا جاهز اللي انا اكتب معادلة النود اللي اسمها في واحد. طيب اللي داخل هنديله اشارة نيجاتيف، واللي خارج هنديله اشارة بوزيتيف. طيب ده خارج
تمام، يبقى في واحد ماينس صفر على التمانية، ادي اول ترم عندي. بعد كده ده داخل هديله اشارة نيجاتيف يبقى ماينس اربعة، وده خارج فهديله اشارة بوزيتيف. طيب النقطة دي صفر يبقى النقطة دي ماينس اربعة اي اكس، فيبقى الكرنت اللي ماشي هنا هو عبارة عن في واحد ماينس ماينس اربعة اي اكس على اتنين. كده انت كتبت معادلة النود الاولانية، اقدر ابسط شكلها في الاخر هتديني في واحد هيساوي 6.4 ماينس 3.2 اي اكس. الوقت اي اكس ده المتغير الغريب اللي حطه لي مين؟ الديبندنت سورس. انا محتاج اشيل اي اكس، اي اكس اللي ماشي هنا. طب اشيل اي اكس واحط مكانه ايه؟ يبقى اي اكس هو عباره عن في واحد ماينس ماينس 4 اي اكس على 2. لو خدت ده زي ما هو كده حطيته هنا هيرجع لي اي اكس تاني، لانك انت جايب اي اكس بدلاله اي اكس. طيب هعمل ايه؟ واحده واحده كده، ودي الاثنين دي الناحيه اللي هناك، يبقى هنا عندك 2 اي اكس، وهنا ماينس ماينس 4 اي اكس يبقى زائد 4 اي اكس، يبقى عندك هنا 2 اي اكس وعندك هنا زائد 4 اي اكس، وادي دول الناحيه اللي هناك، يبقى تروح ماينس 4 اي اكس يبقى هنا ماينس 2 اي اكس، وعندك في 1، يبقى الاي اكس بالنسبه لي هي عباره عن ماينس نص في 1. هاخد بقى الاي اكس ده هحطه في المعادله، يدي لي معادله كلها بدلاله في 1، اقدر اجيب في 1 ويبقى الفي 1 ده الجزء الاولاني من حل مين؟ من في اكس. ليه؟ لان انا شغال بطريقه السوبر بوزيشن. طيب الجزء الثاني من حل المساله اللي انا اروح اشغل الكرنت سورس اللي اسمه 6 واطفي الكرنت سورس اللي اسمه 4، فيتحول الشكل ده للشكل اللي قصادك. ركز بقى معايا الوقت، انت لو مساله قصادك كده هتقول لي ادي نوت ادي الثانيه وهاخد دي هي الجراوند بالنسبه لي، صح ما عنديش مشاكل، بس لما تحط هنا الجراوند يبقى في 2 ديت مش الفولتج اللي موجود على مين؟ على ال 8 اوم. ساعتها يبقى انت محتاج تحسب الكرنت هنا وبعد كده تضرب في ال 8 اوم عشان تجيب في 2 بالنسبه لي، وساعتها ما ينفعش تسمي دي في 2، سميها اي حاجه تاني عشان بس ما تتلخبطش، لان في 2 ده الجزء الثاني من في اكس. المره دي لو انا خدت الجراوند هنا مش هيبقى على طول في 2 هو اللي على ال 8، لا ده هيبقى على ال 8 زائد السورس اللي موجود هنا، تمام؟ يعني الفولتج اللي موجود هنا متوزع على الاثنين دول، تمام؟ مش اللي على ال 8 دايركت. طيب الحل ايه؟ الحل اللي انت تجيب الكرنت هنا وبعد كده تضربه في ال 8 اوم. واحد تاني يقول لي طب ايه رايك ناخد الجراوند هنا، ينفع؟ اه ينفع. ساعتها لو الجراوند هنا يبقى انت فارض النقطه دي بصفر، يبقى ساعتها في 2 بالنسبه للصفر هو الفولتج اللي موجود هنا اللي هو موجود على مين؟ على ال 8. ساعتها انت بتتكلم صح. طيب يعني انا لو خدت الجراوند هنا زي ما خدته هنا، خد بالك هنا كان عند البوزيتيف بتاع الديبندنت سورس، هنا برضو عند البوزيتيف عند الديبندنت سورس، علشان الفولتج ده بالنسبه للجراوند يبقى الجزء الاولاني من في اكس، والفولتج ده بالنسبه للجراوند يبقى الجزء الثاني بالنسبه للفي اكس، وابتدي اشوف هجمعهم ولا هطرحهم. طيب ينفع اشتغل كده؟ اه تعال نكتب معادلاتنا عادي خالص. بص كده للشكل دوت، انت عندك مين داخل؟ عندي السته داخل والاثنين دول خارجين، اللي داخل هدي له اشاره نيجاتيف واللي خارج بوزيتيف. طيب ده خارج صح وده خارج. طب هات ده اول واحد كده، ده عباره عن في 2 ماينس 0 على 8، اهي في 2 ماينس 0 على 8. بعد كده ده داخل يبقى ماينس 6، بعد كده ده خارج يبقى النقطه دي الوقت ماينس 4 في اكس لان الجراوند هنا، يبقى الكرنت ده هو عباره عن في 2 ماينس ماينس 4 اي اكس على مين؟ على الاثنين اهيت، وكل ده هيساوي صفر. اقدر اظبط شكل المعادله، يبقى الشكل اللي قصادك ده، وبرده اروح اشيل اي اكس. اي اكس فينه؟ الاي اكس ده بتاع الديبندنت سورس، هيفضل عند الاثنين اوم زي اصل المساله لان اي اكس موجود هنا، فيبقى الاي اكس برده موجود هنا. بس خد بالك خد بالك، الاي اكس ده غير ده غير ده، لان اللي هنا دول اجزاء من ده، لان المساله اتقسمت لايه؟ جزئين. انا سميتهم اي اكس، عاوز تسميه اي اكس واحد واي اكس اتنين براحتك، بس مش هتفرق معايا، انا سميتهم هما الاثنين اي اكس، بس حاطط في دماغي ان الاي اكس ده غير الاي اكس ده غير الاي اكس ده. خلاص؟ طيب الاي اكس ده ماشي هنا. طيب اقدر اشيل الكلام ده واحط اي اكس بدلاله الفولتج، يبقى اي اكس هو عباره عن في 2 ماينس ماينس 4 اي اكس على مين؟ على 2. برضو اختصر المعادله دي، يبقى الاي اكس بالنسبه لي هو عباره عن نص في 2 زائد 2 اي اكس، ودي ال 2 اي اكس الناحيه اللي هناك، يبقى الاي اكس على طول بماينس نص في 2. هاخد بقى الاي اكس ده اللي انا لسه حاسبه اعوض بيه في المعادله ديت، شايف المعادله دي؟ هيبقى كل المعادله المكهول فيها في 2، كده جبت مين؟ في 2. بص في 2 اتجاهه لفين؟ ادي في 2 اتجاهه لفوق، لان النقطه دي هي في 2 ودي الجراوند، يبقى الفولتج السهم لفوق كده. وهنا
وهنا بالنسبة لي في واحد برضو اتجاهه لفوق لان الجراوند هنا، يبقى في واحد زائد في اتنين يدي لك مين؟ يدي لك الفي اكس الاساسية بالنسبة لي، والمسألة خلصت. يبقى في اكس هي مجموع الاتنين ماينس 16 وماينس 10.667، ويبقى كده المسألة خلصت. طيب بعد كده اخر مسألة معانا على السوبر بوزيشن، مدي لك الشكل اللي قصادك ده وطالب الاي نود عن طريق طريقة السوبر بوزيشن. طيب بنعمل ايه في السوبر بوزيشن؟ بنبتدي نشغل كل سورس ونقفل الباقي. يعني اول مسألة بالنسبة لنا هشغل الفولتج سورس اللي هو 12 فولت، واطفي الاتنين كارنت سورس دول اللي هم 4 امبير و2 امبير. بعد كده المسألة اللي بعد كده هشغل مين؟ هشغل ال 4 امبير واطفي ال 12 فولت واطفي ال 2 امبير، وبعد كده اشغل ال 2 امبير واطفي ال 4 امبير وال 12 فولت. طب خلينا اول مسألة، اول مسألة قلت لك هشغل دول واطفي ال 2 دول. طب اطفيهم يعني هيبقوا ده وده، هيبقوا اوبن سيركت. ليه؟ لان دول كارنت سورس، فخلاص ده وده مش موجودين، فالرسمة ديت هتبقى المنظر اللي قصادك ده. مطلوب منك ايه؟ مطلوب تجيب الكارنت اللي هنا اللي هو هيبقى اول جزئية من الحل الاي نود، فعشان كده سميته اي نود واحد. طب اجيب اي نود واحد ازاي؟ دي مسألة سهلة قوي، سمبليفيكيشن. جمع دول كلهم يبقى 3 و2 و5، يبقى دول كام؟ 10. 10 بدل ال10 يبقى المحصلة بتاعتهم 5. بعد كده 5 زائد 4 يبقى محصلة كل المقاومات اللي عندك 9، يبقى الكرنت اللي هنا هو عبارة عن 12 على 9، ويبقى اي نود واحد قدرت تحسبه. خلاص بعد ما جبت الاي نود واحد هرسم المسألة اللي بعد كده. المسألة اللي بعد كده اللي انا هشغل ال4 امبير واطفي الفولتج سورس ده واطفي الاتنين امبير. طيب بطفي الكرنت سورس ازاي؟ اوبن سيركت مش موجود. طب ده بطفيه ازاي؟ شورت سيركت. فيتحول الشكل ده للشكل اللي قصادك ده. مطلوب منك تجيب ايه؟ تجيب الكرنت اللي ماشي في ال4 اوم اللي هو الاي نود، وسميته اي نود 2، ده الجزء الثاني من اي نود. خلاص وابتدي احل المسألة عادي خالص، برضو مسألة سمبليفيكيشن بسيطة. بص بقى، ال4 وال10 مالهم؟ برل مع بعض، بعد كده سيريز مع الخمسة، سيريز مع الاتنين. انت كده اختصرت كل الدنيا دي كلها، فالكرنت ده هيبتدي يتوزع ما بين التلاتة وما بين اختصار كل الدنيا دي كلها. خلاص طب اختصار الدنيا دي كلها هي عبارة عن ايه؟ عبارة زي ما انا قلت لك، 2 زائد 5، بعد كده ال4 برل ال10، يطلع الكلام ده 69/7. طيب الوقت انا عاوز اعمل كارنت ديفايدر ما بين التلاتة وما بين اختصار الدنيا دي كلها اللي هي 69/7، علشان اجيب مين؟ الاي واحد. ما قلت لك ده هيتفرع، هيتفرع شوية يمشوا كده وشوية يمشوا هنا. طيب الاي واحد يبقى هو عبارة عن ايه؟ يبقى عبارة عن الاي الاساسي اللي هو 4. لو انا عاوز احسب اللي هيمشي هنا اللي هو الاي واحد، هضرب في المقاومة البعيدة اللي هي 3 على مجموع كل المقاومات اللي عندي اللي هي 3 زائد 69/7، يبقى انا اقدر اجيب مين؟ اي واحد. بص بقى، اي واحد ده اساسه جاي مجموع الاتنين دول، يعني انا اقدر اعمل كارنت ديفايدر تاني عشان اجيب الكارنت اللي ماشي فين؟ في 4، لان هو اللي اسمه اي نود 2 وده اللي انا بدور عليه. تمام. طيب بس خد بالك، الكارنت ده ماشي كده، يبقى المفروض الكارنت ده جاي كده وده جاي كده، وانا بعمل كارنت ديفايدر المفروض الناتج بتاعه الكارنت ماشي لتحت، بس اي نود 2 انا فرضه اتجاهه لفين؟ لفوق، فيبقى لازم في اشارة نيجاتيف، فحطيت اول حاجه اشاره نيجاتيف، وبعد كده اعمل كارنت ديفايدر عادي خالص. خدت الاي واحد ضربته في المقاومه البعيده اللي هي ال10، تمام، على مجموع المقاومات 10 زائد 4، وما تنساش اشاره الماينس. ليه؟ لان الاي اللي انت حسبته ده اتجاهه هيبقى لتحت، بس انت عاوز اي نود 2 وده اتجاهه لفوق، فانت لازم تحط اشاره ماينس من عندك. هيبقى اي نود 2 هو عباره عن ماينس 6 على 9، وكده حسبت تاني جزء من مين؟ اي نود. طيب اخر جزء معانا هروح اعمل ايه؟ هروح اشغل ال 2 امبير واطفي ال 4 امبير واطفي ال 12 فولت. ده هيبقى شورت سيركت وده هيبقى اوبن سيركت مش موجود معايا، فيتحول المنظر ده للشكل اللي قصادك. مطلوب تحسب ايه؟ مطلوب تحسب اي نوت 3، وده تالت جزء من مين؟ من اي نوت. خلاص طيب واحده واحده كده اجيب اي نوت 3 ازاي؟ هبتدي اختصر 4 و10 دول بارل لبعض، بعد كده سيريز مع 3، بعد كده سيريز مع الاثنين، تطلع محصله الدنيا دي كلها لو حسبت الكلام ده 55/7. تمام. طيب الوقت انت عندك 2 امبير جايين كده، هيتوزعوا ما بين الخمسه وما بين ال 55/7 اللي هو اختصار كل الدنيا دي كلها. فيبقى اي 2 ده لو انا عاوز احسبه هو عباره عن ايه؟ عباره عن الكرنت الاساسي 2، هعمل كرنت ديفايدر برضو في المقاومه البعيده اللي هي 5 على مجموع المقاومات، المقاومات اللي عندي كام؟ 5 زائد 55 على 7، تقدر تجيب اي 2. برضو اي 2 ده هتوزعه تاني عشان اجيب اي نوت 3، بس خد بالك لما تيجي توزع يبقى الكرنت اللي هيمشي هنا هيمشي في الاتجاه ده لتحت، بس اي نوت 3 انت فرضه لفوق، فهيبقى في اشاره نيجاتيف من عندك زي المساله اللي فاتت. طيب واحده واحده، انا عاوز اجيب اي نوت 3، يبقى هاخد اي 2 الاساسي
واضربه في المقاومة البعيدة. مين المقاومة البعيدة؟ اللي هي العشرة على مجموع المقاومتين 4 زائد 10. وما تنساش برضو اشارة الماينس، ليه؟ لان الكرنت المفروض يمشي هنا اتجاهه كده، وانت فارض اي نوت 3 اتجاهه لفوق. خلاص، بعد كده تقدر تحسب اي نوت 3 يطلع ماينس 5 على 9. عادي على فكرة، اي نوت 3 كنت فرضته كده وما حطيتش اشارة ماينس، عادي. بس خد بالك بقى وانت ايه بتجمع المحصلة في الاخر، ساعتها الاي الاساسي بتاعك ماشي كده واي نود ماشي كده، يبقى الاي الاساسي هو عبارة عن اي نود 1 زائد اي نود 2 ماينس اي نود 3 لو انت فرضت ده في الاتجاه العكس. بس انا فرضه كلهم في الاتجاه اليمين، فيبقى الاي نود بالنسبة لي هو عبارة عن اي نود 1 زائد اي نود 2 زائد اي نود 3، وهجمع النتائج اللي انا كل اللي انا جبته هجمعه في الاخر يديني الاي نود المطلوب في المسألة، ويبقى المسألة بالنسبة لي خلصت.